هذا السؤال يقول write C++ program to find the greatest number in the secondary diagonal in 3x3 array. اذا عندي مصفوفة 2 dimension حجمها 3x3 بها 9 عناصر، يريد من عندنا ان نوجد العنصر الاكبر مو بالمصفوفة كلها، لا بالقطر الثانوي للمصفوفة فقط. القطر الثانوي اللي ذا مصفوفة يعني حجمها 3x3 وبها 9 عناصر، فالقطر الثانوي راح يكون ب 3 عناصر فقط. يريد من ذني الثلاثة نطلع أكبر رقم. طبعا أول شيء راح نعرف المصفوفة مالتنا 3x3 وراح نعطيها قيم إما بالسي إن أو مباشرة، ما محدد هو بالسؤال، نقدر نعطيها مباشرة. فالعناصر خلينا نفرض راح تكون من 1 إلى 9، طبعا القطر الثانوي secondary هو هذا، عناصره راح تكون هذا القطر الثانوي 3 و5 و7، لان عناصر القطر الرئيسي هو هذا، القطر الثانوي هو هذا. فاذا المفروض البرنامج يطلع لي شقد، منو اكبر 3 لو 5 لو 7، يطبع لي 7 هو الماكسيمم. فالفكرة انه اول شيء راح نعرف المصفوفة ونعطيها قيم، راح اطبع هذه المصفوفة، بعدين نسوي for nested for الاي تساوي 0 و اي اصغر من 3 اي بلس بلس، والفور الخاصة بالاعمدة for j تساوي 0 j اصغر من 3 و j بلس بلس. اول شيء راح اوصل لعناصر القطر الثانوي، واحنا نعرف انه عناصر القطر الثانوي المواقع مالتها شنو بيها مجموعهم شقد يساوي، يعني هذا 0 0، هذا الموقع 0 1، هذا شقد موقع 0 2، هذا الموقع شقد اذا هذا 1 0 1 1، هذا الموقع 5 موقعها 1 1، هذه 7 شقد موقعها، هاي موقع 3 0 2، 7 موقعها بالسطر 2 والعمود 0. فاذا المشترك بين ذني انه مجموعهم يساوي 2، عناصر القطر الثانوي مجموع الاي والجي يساوي 2. فاذا if statement i زائد j يساوي 2، اذا اني وصلت لعناصر القطر الثانوي اللي هن 3 و5 و7. شنو اريد اعرف؟ اريد اعرف الماكسيمم منو بيهم، يعني اول شيء راح يسحب 3، بعدين يسحب 5، بعدين يسحب 7، لازم اقارنهم بفد شيء، لازم اقارن. فهنا من اعرف هذا الانتجر ماكس لازم انطي فد قيمة ابتدائية حتى اقارن بيها، لانه ما يصير رأسا اقول له اذا هذا العنصر اكبر من الماكس سوي لي فلان شيء. ليش؟ لانه الماكس اذا ما انطي فاليو ابتدائية راح ياخذ قيمة عشوائية. فبالبداية افرض الماكس هو اول عنصر بالمصفوفة، او اي عنصر، مو الا اول عنصر، اي عنصر بالمصفوفة. خلينا نفرض الاول، بس مجرد تكون الا فد فاليو. فهسه قيمة الماكس شقد؟ 1. العنصر الاول هو 0 0 1، هسه الماكس قيمته 1 قبل لا يدخل الفور، مجرد قيمة حتى اقارن بها لا اكثر ولا اقل. اذا هنا هذه الاف راح توصلني الى ذني عناصر، داخلها اكو اف اخرى نستد اف. هنا اجي اختبر اقول اذا كان العنصر اي للاي جي اللي هو طبعا اكيد راح يكون 1 من ذني، لانه اني هاي الاف بداخل الاف مع عناصر القطر الثانوي. اذا عنصر من عناصر القطر الثانوي كان اكبر من الماكس اللي اني فرضتها هذه 1، فالمفروض الماكس هو يكون هذا العنصر، يعني اذا هنا 3 اكبر من 1 اذا الماكس هو 3، اذا الماكس يساوي اي للاي جي. هاي الصورة. من راح يصعد اللوب راح يجي للخمسة، الخمسة الماكس هسه 3، هل الخمسة اكبر من 3؟ اي اكبر، اذا بدل الماكس صار 5. راح يجي العنصر الاخير 7، هل 7 اكبر من 5؟ اي اكبر، اذا بدلها، فراح تكون 7 هو الماكس. فيجي هنا مجرد بس اطبع الماكس، بالنتيجة الماكس راح يحتوي على اكبر عنصر. طبعا مو شرط يكون اكبر عنصر هنا، ممكن يكون هنا، ممكن هنا، وممكن هنا، اي مكان، بس تحقق الاف يبدل، اذا ما تحققت الاف راح يعبر العنصر. فبهذه الصورة راح نقدر نعرف شنو، نقدر نعرف الماكسيمم نمبر شنو. فمن نجي نطبق هذا البرنامج، اجي اول شيء اعرف المصفوفة انتجر
اي اللي هي حجمها 3 في 3 وانطيها عناصر اللي هي من 1 لل9 فارزة منقوطة. عرف المتغيرات اللي راح استخدمها باللوبس اللي هي الاي والجي. مثلا اذا اردنا نطبع المصفوفة اقول اي يساوي 0، اي اصغر من 3، اي بلس بلس 4، جي تساوي 0، جي اصغر من 3، جي بلس بلس سي اوت اي للاي جي واخلي سبيس هنا انا انزل سطر وهذه لازم تكون تابعة للفور الاولى. هاي طبعت المصفوفة. هنا انا اذا انفذ لاحظ ان المصفوفة انطبعت. نجي هنا الى المعالجة اللي هي البروسيس، طبعا نفس الفورات هنا انا عندي اف ستيتمنت اريد اول شيء اوصل لعناصر القطر الثانوي، فاذا اي للاي جي او عفوا اي زائد جي يساوي 2. اذا وصلت عناصر القطر الثانوي تشيك لي الاي للاي جي ويا الماكس، فاذا انا هنا أنا احتاج اعرف الماكس واحتاج هنا أنا قبل لا ادخل للفورات انطي فد فاليو للماكس اللي هي قلنا مثلا العنصر 0 0 او اي عنصر بالمصفوفة. اجي هنا اقارن ويا الماكس هسه اقول اذا كان الاي للاي جي اكبر من الماكس فهو راح يكون الماكس، اي للاي جي اذا كان اكبر هو راح يصير الماكس بهذه الصورة. طبعا ما يحتاج اقواس، ليش؟ باعتبار هذه الفور بها اف ستيتمنت وهذه الاف ستيتمنت بها اف ستيتمنت، فهذه ستيتمنت وحده تابعه الهاي وهذه كلها راح تعتبر ستيتمنت وحده تابعه المن للفور هاي. فهنا أنا اجي اقول مجرد سي اوت ذا ماكس او ذا جريتست نمبر از راح يكون الماكس. فمن اجي انفذ لاحظ انه طبع لي 7، 7 هي اكبر عنصر بالقطر الثانوي. اذا مثلا سوينا هذه الخمسة سويناها 15 ونفذنا، المفروض هسه يقول لي 15، لاحظ انه ال 15 هي اكبر شيء. اذا الثلاثة سويناها مثلا 23، المفروض هسه الماكسيمم هو 23، لاحظ انه فاذا مهما كان موقع العنصر دائما هو راح يحتفظ بقيمة الماكسيمم.